السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مصطفى. النهاردة هتكلم معاك بفيديو قصير جدا عن 5 مواقع نقدر نشتغل بيهم من البيت لو انا شغال جرافيك ديزاينر او ويب ديزاينر او البرمجة. في حاجات كتير، في مجالات كتير مفتوحة قدامنا نقدر نشتغل عليها. انا مش هخش في تفاصيل ازاي نعمل اكاونت، بس هما سهلين وممكن نخش ناخد اسم الموقع ويدخلوا عليهم وشوفوا الدنيا فيها ايه. اول موقع معانا هو Upwork، من المواقع المميزة اللي فيه شغل كتير جدا. لو بصينا هنا هنلاقي الويب ديفلوبمنت والموبايل ديفلوبمنت والديزاين والرايتنج، لو حد بيكتب كونتنت، وحاجات كتير في الماركتنج والاكاونتنج. لو بصينا على الكاتيجوريز هنا نلاقي حاجات كتير جدا لو انتوا بصيتوا. فاي حد حتى لو هو مش شغال ديزاينر ممكن يخش ويعمل اكاونت عليه، وهنلاقي حاجات كتير يعني حتى في الاكاونتنج والكونسلتنج موجود. اي حد سيلز عايز يشتغل عليه في الماركتنج ممكن يقدر يخش عليه. ولو بصينا على الريت بتاعت الاسعار ممكن ان هو نوصل ان احنا بناخد $50 في الساعة. طبعا مش كل اللي بيبدأ بياخد الرقم ده، بس يعني لو احنا استمرنا فيه ممكن نوصل للارقام دي، وفي زي ما انتم شايفين $70 في الساعة. تاني موقع عندنا 99 ديزاينز، ده موقع شغال بقاله فترة ان هو موجود عندنا هنا، بيعتمد اكتر في الديزاين ذات نفسه، اللوجوز والويب سايتس والكتب وحاجات والتيشيرتس وكل حاجة احنا بنتكلم عليها في الديزاين. انت برضو بتعمل اكاونت عليه وبتبدأ تخش وتشوف الشغل اللي موجود وبتعرض الشغل بتاعك، والكلاينت او العميل بتاعك هو اللي بيختار مين يشتغل معاه. هو الموضوع صعب في المواقع دي شوية ان هو بيبقى فيه منافسة عالية، بس مع الوقت هنلاقي ان احنا ممكن نقدر نشتغل عليه ونطلع منه فلوس برضو كويسة. لو بصينا هنا هنلاقي لاندنج بيج مثلا $349. طبعا المواقع دي كلها بتاخد نسبة، بس برضو ان احنا نشتغل ونجيب فلوس هيكون برضو لينا ربح مادي كويس ان شاء الله. وبعد كده عندنا برضو فايفر برضو بنفس الفكرة بتاعت Upwork و 99 ديزاينز، برضو شغالين في البروجرامينج والجرافيك ديزاين. يعني انتوا لو دخلتوا هتلاقوا الكاتيجوريز موجودة بره، وممكن كمان نعمل اونلاين ليسنز، يعني بنعمل توتوريالز زي اللي انا بعملها، وحاجات كتير جدا برضو تقدروا تخشوا عليه. طبعا كلهم بيعتمدوا على طريقه في الدفع. دي بيبقى التفاصيل لما بتعملوا اكونت تبداوا تعرفوا ايه طريقه الدفع اللي هم هيدفعوا لكم بيه، بس الحاجات دي بتبقى بنسبه 99% ان هي مضمونه ان انت تاخد فلوس، لان هو العميل ما بيدكش الفلوس في ايديك، هو بيحطها في الموقع وانت اللي بتاخد الفلوس من الموقع. طبعا الموقع بياخد نسبه، بس طبيعي ان هو بيقدم لك بلاتفورم تشتغل عليه فاكيد ان هو هياخد نسبه. الموقع اللي بعد كده عندنا فريلانسر، من المواقع القديمه جدا غالبا من قبل Upwork كمان، ده برضو بنفس الفكره، بتخش برضو بتشوف المشاريع اللي موجوده وبتبدا تخش، وبرضو بتعمل حاجه اسمها بيدنج اللي هي زيها زي المزاد. كل المواقع اللي انا قلتها فيها نفس الفكره، البيدنج اللي هو انت بتخش بتقول سعرك. يعني لو واحد عامل بادجت بتاعته مثلا $100 زي ما احنا شايفين، انت بتخش تقول له لا والله انا ممكن اعمله لك $50 واعمله لك في يوم. في غيرك هيخش يقول له لا انا بعملها في 3 ايام وبعملها ب 100 او $150. بس طبعا انت ما بتخرجش بره البادجت بتاعت العميل، لان انت اللي عايز العميل، مش العميل هو اللي عايزك، لان بيبقى فيه منافسه كبيره جدا وفي ناس قديمه جدا في المواقع دي. اخر موقعين عندنا بالعربي، ودي ميزه كويسه للناس اللي هي ملهاش في الانجليزي وفي نفس الوقت بتتعامل مع عرب. عندنا موقع خمسات، ده لو بصينا برضو هنلاقي فيه نفس الكلام اللي موجود، برضو الدفع بيبقى بطريقه سكيور وبرضو بالدولار، برضو نفس الكلام. بنخش هو هنا حتى كاتب لك ازاي الموقع بيشتغل، ممكن تخشوا تقروا عنه، وطبعا ده بالعربي فهيبقى اسهل لنا ان احنا نفهم الدنيا عامله ازاي، وهو شارح لنا كل حاجه والحقوق وازاي هتشتري وازاي هتبيع. فده برضو موقع من المواقع الكويسه. اخر موقع معانا موقع مستقل، برضو ده معتمد على نفس الفكره، بتخش بتعمل اكونت وبرضو بتخش. لو جينا بصينا هنا في مشاريع مثلا، حد محتاج تعال نشوف، حد محتاج مثلا وليكن مطلوب تصميم، هنخش هنلاقيه كاتب لنا هو عايز ايه بالظبط. انت بتخش بتقول له انا
مدة التسليم كذا وبالفلوس كذا، وهديها لك وهسلمها لك بالطريقة الفلانية، وتكتب تفاصيل العرض بتاعك. هتلاقي ناس كاتبينه وبتعرض عليه العرض بتاعه، وهو بيشوف مين الأحسن له في السعر ومين الأحسن له. لو دخلنا على أي حد من وليكن أستاذ محمد جودة، هنلاقي عنده معرض الأعمال، هنلاقي حاطط الشغل بتاعه، فأنت بتديله مصداقية أكتر إن أنت راجل شغال ودي عينات الشغل بتاعتك. فيبقى وهو شغال معاك وعارف إن هو هيدفع فلوسه في الكواليتي اللي أنت مقدمها، يعني أنت بتقوله ده الشغل بتاعي، هو ده اللي أنا هقدمه لك. والكلام ده ينطبق على كل المواقع السابقة اللي أنا اتكلمت عليها. فأنت بتقوله ده المنتج بتاعي، ده الكواليتي بتاعي، هدولك بالسعر الفلاني. فهو هو اللي يقبل او ما يقبلش، دي حاجة ترجع له هو، هيشوف هو ايه اللي في دماغه انت هتقدر توصله له ولا لا. طبعا بيبقى فيه تعديلات بعد ما بيوافق على التصميم، بس انت خلاص يبقى حقك محفوظ ان انت اشتغلت معاه وبتاخد الفلوس. دول اهم 5 مواقع انا قدرت اتوصل لهم، ودول المعروفين اكتر في مجال الفريلانسنج. اتمنى يكون الفيديو مفيد واستفدتوا منه، هحط لكم اللينكات في الاخر. ياريت لو عجبكم الفيديو نعمل لايك، وما تنسوش سبسكرايب ونفعل الجرس عشان يجينا الفيديوهات الجديدة، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله قريب.